الأستاذ موري كامراج ماسميلون والاحتفال بمؤلفاته المئة. كما تعلمون أنه قبل أمس الموافق ليوم الثلاثاء 25 من يناير 2020 ميلادية، تم الاحتفاء والإتحاف بالكتاب المئة للعلامة موري كامراج ماسميلون، وذلك بجامعة جلس نيرا نيرا فوبا في مدينة كانكان. وتمت هذه الحفلة تحت رعاية رابطة سنبن، فاستمتعوا بقراءة الخطبة الترحيبية التي ألقاها رئيس الرابطة باسوباتي بهذه المناسبة، وإليكم نصها. بداية نستأذن من كبار شخصياتنا في الكلام، السيد المفتش الإقليمي للتعليم، السيد مدير التعليم بالمحافظة، السادة المشايخ المدعوون خصوصا، والحضور الكرام، الأساتذة النبلاء الأباة، وجميع منسوبي الشرفاء المقيمين في هذه البلاد والمغتربين، أهلا وسهلا بكم جميعا. هكذا ترحب بكم رابطة أنكو المسماة سنبن. ابقوا معنا واعلموا أننا أمام نتاج عمل رجل واحد خلال أربع سنوات، وهو تأليف مئة كتاب لقومية ماندين ولمحبي العلم في أربع سنين فقط. وألف هذه الكتب وحيد ماندين والبطل العالمي الفريد من بين الكتاب في التاريخ، وهو العلامة النابغة موري كامراج ماسميلون، مولود في 8 أغسطس 1988 ميلادية، وهذا يعني أن ولادته كانت قبل 31 سنة و5 أشهر و3 أيام من تاريخ اليوم، وهذا يدل على أنجون ماسميلون في شهره 376، أي 11,000 يوم و315 يوما، 11,315. وأما كتبه المئة المؤلفة خلال أربع سنوات، فعدد صفحاتها يساوي 7,073 صفحة، وأسطرها بأجمعها تساوي 198,044 سطرا. وهذا يعني أن الأستاذ النابغة موري كامراج ماسميلون نبغى وتصدر في ماندين والعالم، ولا تصدق ذلك إلا إذا قارنت نتاج عمله خلال أربع سنوات بسنوات عمره، لأنك إذا قسمت 100 كتاب على أربع سنوات فيعادل ذلك 25 كتابا في كل سنة، وأربع سنوات تساوي 48 شهرا، أي كتابان في كل شهر من مجموع 100 كتاب، و48 شهرا يعادل 1406 يوما. وإذا ما قسم عدد صفحات كتبه المئة التي تساوي 7,073 صفحة على 1,406 يوما، فالناتج 5 صفحات في كل يوم، وهذا يعني أنه لم يأل ولم يبخس ولو يوما. وإذا نظرت إلى الفترة الزمنية بين مولد جون ماسميلون ويومنا هذا، تجد أن ذلك يساوي 11,575 يوما. وإذا قسمت أسطر كتبه المئة 198,044 سطرا على عدد أيام عمره المذكورة سالفا، تجد أنه استطاع أن يكتب كل يوم ما يعادل 1,705 أسطر.
بهذا يتجلى أن النابغة موري كاميرون جون ماسنيل من العظماء الكبار النابغين المشهورين ومن المندفعين لعجلة التقدم والرقي التي أرساها المثقف والمخترع سليمان تا رضي الله عنه. وكلنا على علم أنه منذ قديم الزمن أن كثرة الكتب والصحائف في أي لغة علامة على حياتها وفضلها. لقد ارتقى ماندين اليوم ورفع رأسه عاليا في العالم بجدارة، وذلك أن الأستاذ جون ماسنيل هو الحادي عشر والمكمل للشباب الأحد عشر الذين نالوا شهادة الدكتوراه قبل سنهم الثلاثين في وقتنا الحاضر. والنابغة جون ماسنيل هو البطل الوحيد في عالمنا هذا، والذي لم يوجد له مثيل قط في تاريخ تأليف الكتب وكتابتها، وهذا يعني أن الأمور العظيمة تبقى عظيمة بسبب الجد والكفاح، بمعنى أننا نكافح ونجتهد اجتهادا. يملأ ربع العالم أيها الإخوة الأفاضل من أجل هذا نادتكم رابطة سنبن الأنكوية لتكونوا من الشهداء لعمل أحد بني جلدتكم الجبارة، ولتعلموا أنكم محفوف ومكنوز بعلوم جليلة، ولتريكم أن معتمدنكم هو العمل لا الكلام الفضفاض التافه. وسوف تستمعون إلى صوت كاتبنا النابغة، وسوف تسمعون أنباءه في تاريخ الكتب والأخبار العالمية، وتلك القنوات تزودكم بأشياء لم نذكرها هنا. أيها الإخوة الحضور المرحب بكم، وأيها المدعوون خصوصاً، السلام عليكم، وشكرا لكم على تلبية هذه الدعوة، لأن التلبية أمر جليل، وكما في المثل، إذا دعوت أخاك فإما تعطيه شيئا أو تخبره بشيء، لذا فإننا كنا قد دعوناكم من أجل هذا الغرض. وإذا وصلنا إلى هذا الحد، نقول كما قال بلغاء ماندين: ما أطيب الكلام، وما أطيب أن تترك بعضه في جعبتك. ومن هنا نتوقف عن الكلام، وشكرنا وتقديرنا لجميع الحاضرين على إخلاصهم والبقاء معنا، والسلام عليكم رابطة سنبن بقلم باسوباتي سدبي، كان الخامس والعشرين من يناير 2020. الأستاذ موري كاميرون جون ماسنيل والاحتفال بمؤلفاته المئة، كما تعلمون أنه قبل أمس الموافق لي